بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، لكم تحياتي. أهلا وسهلا بكم طلبة الثانوية العامة دفعة 2022. النهاردة معادنا مع كتاب جديد في المراجعة، كتاب الوافي. هنحل الوافي وهنحل المعاصر فاينل ريفيجن بإذن الله. كتاب الوافي من الكتب المحترمة جدا اللي للأسف مش واخد حقه في الشهرة يعني كما يليق بالكتاب. هنحل مع بعض الكتاب في حوالي 60 امتحان، هنحلهم مع بعض بإذن الله. ويلا بينا نحل اول اكزام. هنتكلم على موديل اكزام نمبر 1، ده في تشابتر 1 ترانزيشن اليمنتس. السؤال بيقول لي تشاد ذا كوركتد تشويس ذا كاتالايزد اكتيفيشن انرجي ديورينج ذا فورورد رياكشن ايكوالز، هل 100 كيلو جول ولا نيجاتيف 100 كيلو جول ولا 130 كيلو جول ولا 180 كيلو جول. بص يا سيدي، انا عايزك بقى تبص على الجراف ده كويس جدا. هنا ال 130 دي بتعبر عن الاكتيفيشن انرجي للفورورد رياكشن بس من غير كاتاليست. الداشز دي هي اللي بتعبر عن الفورورد رياكشن بس الكاتالايزد، دي اللي عايزني احسبها. طيب ال 180 دي وال 120، ال 120 بتعبر عن الاكتيفيشن انرجي بس للريفرسبل رياكشن وذوت كاتاليست، ده ال 210. اما ال 180 دي الريفرسبل رياكشن، الاكتيفيشن انرجي بتاعته بس with catalyst. طيب عايزين نحسب الكاتالايزد يعني من الرياكتنس لحد البيك او الكيرف الصغير او القليل اللي بيعبر لي عن انرجي الاقل. الاول هجيب الفرق في الانرجي ما بين الكاتالايزد والانكاتالايزد، يعني وكاني بقول الفرق بين 210 و 180، يبقى هنا الفرق بينهم ب 210 - 8 - 180 تطلع بكام؟ تطلع ب 30. يبقى ده معناه ان الانكاتالايزد كلها ب 130، تمام؟ شيء منها 30 الفرق هيبقى لك 100 بس، يبقى الاجابه هنا هتكون هي لتر A. يبقى الاجابه هنا هتكون هي لتر A اللي هي الاكتيفيشن انرجي للفورورد رياكشن بس الكاتالايزد، يعني في وجود الكاتاليست. يبقى اول سؤال كده الاجابه هتكون هي لتر A. نمبر 2، ايون اوف ترانزيشن اليمنت ام بوزيتيف 3. ام بوزيتيف 3 ده معناه ان هو خسران 3 الكترونز. طيب لما يخسر 3 الكترونز بيخسرهم منين؟ ده معناه ان هو خسران من الاس 2 وخسران من الدي 1. طيب بعد ما عمل لوزنج اصبح الاستراكشر بتاعه 4s0 3d2، يبقى هنا 4s0 وهنا 3d فيها كام؟ فيها 2. طيب لو عايز ارجع الاليمنت ده لاصله تاني اعمل ايه؟ رجع الاثنين للاس ورجع ال1 للدي، هيبقى 4s2 3d3. يبقى الاليمنت ده مين؟ ده 23، ده اللي هو الفانديوم. طب نرجع للسؤال، بيقول لي اتس ماكسيمم اوكسيديشن ستيت. الماكسيمم اوكسيديشن ستيت بتحصل امتى؟ لما اعمل لوز لكل الالكترون الاس والدي. هنا 2 في الاس و3 في الدي، يعني يخسر 5 بوزيتيف 5، يعني الاختيار هيكون هو لتر سي. طيب السؤال نمبر 3 بيقول لي اكوردنج تو ذا فولوينج ايكويشن. طيب الايكويشن بتقول 4K2Cr2O7 اللي هو البوتاسيوم داي كروميت هيتفكك ل K2CrO4 و 3 oxygen plus 2X. The compound X is used in industry في ايه؟ طيب بص يا سيدي، تعالى بنروح نكتب الايكويجن كده ونشوف مين اللي مش موجود. الايكويجن بيقول لي 4K2Cr2O7 لما يتفكك هيدينا 4K2CrO4 plus 3O2 plus X. تعال نشوف بقى ايه اللي موجود هنا وموجود هنا ونطيره عشان نعرف هو مين الاكس. عندي هنا 4K2 وعندي هنا 4K2، مع السلامة. وعندي هنا CR2 وعندي هنا CR واحدة بس، يبقى هنا بقى لنا CR. طيب الأكسجين بكام؟ بس خلي بالك هنا عندي هنا CR واحدة بس، طبعا في أربعة بره خلي بالك، يعني عندي هنا 4CR وعندي هنا 8CR، يبقى هنا 4CR. تاني عندي هنا الفور دي داخلة كومن في الكل، CR2 اضربها في 4 ب 8، هنا عندي 4 سي ار، تمام؟ يبقى الفرق بينهم 4 سي ار. هات بقى الاكسجين كده، 4 في 7 بكده عندي 28 اكسجين. طيب هنا عندي الاكسجين بكام؟ عندي هنا 4 و 4 في 4 ب 16 اكسجين بلس 3 في 2 ب 6 اكسجين، يبقى 6 و 16 22 بقى لنا 6. يعني عندي هنا 4 CR و 6O
مين الكومباوند دوت؟ يبقى لو قسمنا على 2 هيدينا Cr2O3، وهنا ده بيساوي 2X. تمام، يبقى ده الكروميوم 3 اوكسايد. طبعا من ضمن اليوزز بتاعته اللي هو بستخدمه في الدايز، يعني الاختيار هيكون هو ليتر A. طيب حتى هنا في المعادله لو خدت بالك مدي لك 2X، يبقى هنا Cr2 4Cr و6O، لما تقسم على 2 عشان هما 2X يبقى هنا ده Cr2O3. طبعا اليوزز لازم نحفظ بقى كويس جدا ونشوف اليوزز بتاعتنا وكل حاجه بتستخدم فيه ايه. طيب السؤال نمبر 4، a transition element from the first transition series number of electrons in its last sublevel is equal to the number of sublevels in its atom. تمام، equal to the number of sublevels in its atom so that element used in space. الاول لازم نعرف هو مين الاليمنت. طيب بالاول بيقول لي ان الاليمنت ده موجود في الفيرست سيريز، صح؟ يعني اخره 3 دي. طب عد بقى كده يا بطل، 1s 2s، بعد كده عندي 2p 3s 3p 4s 3d. تمام، وقال لي ان عدد الالكترونز بتساوي عدد السب ليفلز. عندك كام سب ليفل؟ 1 2 3 4 5 6 7، عندنا 7 سب ليفلز. طب وماله؟ وهنا بيقول لي ان عدد السب ليفلز اللي بتاعته، بيقول لي number of electrons in its last sublevel equal to the number of sublevels in its atom. يبقى هنا 3d7. 3d7 يبقى ده مين؟ ها؟ ده كده النيكل. ايه هنا بقى يناسب النيكل؟ عندي هنا هل هو manufacturing of dry batteries في المودرن كارز، ولا الكار سبرينج، ولا الميك فايتر جيتس، ولا في الالكتريك كيبلز؟ طبعا واضح جدا الاستخدام اللي يناسب النيكل، معروف ان النيكل بيستخدم في الدراي باتريز، يعني الاختيار هيكون هو لتر اي، لان النيكل بستخدمه في الباتريز بتاعت المودرن كارز. السؤال نمبر 5، ا ترانزيشن اليمنت اكس اكزيستس ان ذا بيريود نمبر 4. طبعا بيريود نمبر 4 ده معناه ان ده من الفيرست ترانزيشن سيريز هو كمان. اند اتس اوكسيديشن ستيت بوزيتيف 3 ات سب ليفل دي بيكمز هاف فيلد، يعني هو بعد ما يكون بوزيتيف 3 هيكون الدي هاف فيلد. استنى كده، الاليمنت ده اكس، تمام، بعد ما يكون بعد ما يلوس 3 الكترونز هيبقى ده معناه ان الدي فيها كام؟ فيها 5. بسيطه جدا، اي اليمنت بيكون الكونفيجريشن بتاعه الجنرال ان اس وان ماينس 1 دي. حلو، هنا بيقول لي ان ده بعد ما يلوز الدي فيها 5. تمام، ده في البيريود نمبر 4 يعني في السيريز الثالثه. هنا عندي 4s وعندي هنا 3d. طيب لما تيجي ترجع بقى الالكترونز اللي عملها لوز دي، الاول نقول للاس خدي الالكترونز بتاعتك، وده هيبقى فيه كام؟ 6. طبعا ده مين؟ 4s2 3d6، ده كده الاير. تاني، هو الاليمنت في الاوكسيديشن ستيت بوزيتيف 3 دي هاف فيلد، طبعا ده على طول الاير بوزيتيف 3 بيكون دي بتاعته هاف فيلد. طب انت عرفتها ازاي يا مستر؟ هنا 4s و3d لما يكون بوزيتيف 3 لما يخسر 3 يعني دي بقى فيها 5. طب نرجعه لاصله ازاي؟ ادي الاس 2 وادي الدي 1 من الثلاثه، يبقى ده الايرن. ايه بقى هنا يناسب الايرن؟ هل الاكس بوزيتيف 2 مور ستيبل ذان اكس بوزيتيف 3؟ غلط، استحاله، لان في الاكس بوزيتيف 2 الايرن عنده دي 6، لكن في بوزيتيف 3 دي هاف فيلد، يعني الاكس 3 مور ستيبل ذان اكس 2. طيب لتر بي، هل الاكس اند ام ان هاف ذا سيم ماجنتيك مومنت؟ هل فيهم نفس الماجنتيك مومنت؟ الماجنتيك مومنت بتعتمد على ايه؟ الماجنتيك مومنت بتعتمد على ال number of single electrons. طيب سواء كان بقى في الاتوم كلها، سواء كان في الاس او الدي، فعندي الايرن فيه 5 والمنجنيز عندي بيكون فيها 5. بس ده ايه؟ بس انا عايز هنا في ال elements نفسه الايرن بيكون عندي دي 6، يعني عندي 4 single electrons ولكن المنجنيز فيه 5، وبالتالي مش نفس الماجنتيك مومنت، يبقى بي كمان ما تنفعش. لتر سي، X and titanium have the same atomic size. طبعا الاتوميك سايز مش متساوي. هل ال X2O3 used in paints؟ ال X2O3 اللي هو الايرن 3 ده بيستخدم كريد كلر في البينتس. السؤال نمبر 6، يبقى الاجابه لتر دي، ال X2O3 ده الايرن 3 اوكسايد. A transition metal which is a good reflector of the infrared rays و resistant to corrosion in addition to its non-toxicity، يعني مش سام، thus it binds efficiently to the bones.
اول ما يقول لي بونز على طول مين الاليمنت المستخدم في البونز، معروف ان ده مين؟ التيتانيوم. يبقى نيكل ولا كوبالت ولا تيتانيوم ولا كروميوم؟ طبعا هنختار التيتانيوم. تمام كده، ده سؤال نمبر 6 وده نهايه صفحه بيج 5. نمبر 7، what is the name of the transition element at which one of its compounds is used to detect for the presence of sugar in urine؟ طبعا هنا بنتكلم على فيلينج سولوشن، يبقى بالتالي ده مين؟ ده الكبر. برافو عليك، يبقى الاختيار هيكون لتر ايه. السؤال نمبر 8، to overcome the problem of weak car chases when driving on unpaved roads. انت عندك شاسيه العربيه مش متين، خاصه لو ماشي على طريق غير ممهد. What is the transition element which is added to steel to overcome this problem؟ طبعا احنا عندنا الاليمنت اللي بيتضاف للستيل عشان يديله مقاومه ل او يديله هاي ريزيستنس للكروجن، وكمان بنستخدمه في الكار سبرينجز. ده مين؟ بنتكلم طبعا على الفانديم، يعني اختيار لتر اي. السؤال نمبر 9، نمبر 9 بيقول لي the electronic configuration of an ion y positive 3 for an element exists in the first transition series and the group can be all the of the following except. طبعا معروف ان الجروب دي بيكون الاوتر ليفل بتاعها، طبعا هي فيها 3 كولومز، فيها الايرن والكوبالت والنيكل. الايرن اخره دي 6 وبعد كده دي 7 وبعد كده دي 8. طيب بس هنا مش بتكلم على الاتوم، يعني مش بتكلم على الاتوم، انا بتكلم على الاليمنت او بتكلم على الاين بوست 3، يعني خسران 3، يعني خسران 2 بتوع الاس و1 كمان من الدي، يبقى تقلل لي في الدي 1، يعني بدل دي 6 يبقى دي 5، بدل دي 7 يبقى دي 6، بدل دي 7، بدل دي 8 يبقى دي 7. يبقى ينفع يكون دي 5 ده الايرن بوست 3، ده الكوبالت بوست 3، وده النيكل بوست 3، يعني ما ينفعش لتر دي، ما ينفعش لتر دي، يبقى الاختيار دي هو الصح. السؤال رقم 10، هنقف في اول فيديو كده تعريفي كده ليا النهارده، هنبدا نقف عند 10. السؤال بيقول which of the following conversions occurred easily under normal conditions. اولا بيكون الكونفرجن او التحول ده سهل لما بتحول من حاله ليس ستيبل لحاله مور ستيبل، او بمعنى اصح بدور على حاله بيكون الدي فيها 5 الكترونز. طيب يا اما يكون فيها الدي فاضي زيرو. تمام. طيب بص يا سيدي، من MN2O3 ل MNO، ولا V2O5 ل VO2، ولا TiO2 ل Ti2O3، ولا ال FeNO3 باي 3 ل FeNO3 باي 2. طيب اتفقنا تاني ان الكونفرجن بتحول لحاله مور ستيبل، ده بيكون التحول سهل. ده امتى؟ لو نتيجه الاكسديشن هيكون الدي فاضي او الدي في 10 او الدي في 5، سوري نتيجه الاكسديشن يبقى الدي في 5 او الدي هيكون امتي او فاضي خالص. MN2O3 هنا الاكسديشن نمبر المنجنيز بيكون ب 3. طب المنجنيز لما بيكون ب 3 ده معناه ان الدي بتاعته فيها كام الكترون؟ لازم نرجع مع بعض تاني ونراجع الالكترونيك كونفجريشن. المنجنيز بيكون الكونفجريشن بتاعه كام؟ هنا عندنا المنجنيز اهون MN، بسم الله، ال MN ده ب 25 هيكون 4s2، 3 دي كام؟ 3 دي 5. حلو. طيب الاولى دي MN بوست 3 اللي ام هنا الثلاثة، 3 يعني كام؟ هيخسر دولت هيخسر واحد من هنا، يعني 3 دي هيكون فيها 4. تمام. طيب تعالى بقى اللي بعديها، اتحولت ل MNO، MNO الO بنيجاتيف 2 يبقى ال MN بكام؟ بوزيتيف 2. يعني ايه MN بوزيتيف 2؟ MN بوزيتيف 2 ده معناه ان هو الدي هيخسر او الاليمنت هيخسر الاثنين بتوع الاس ودي في 5. الدي في 5 يعني تحول من منجنيز بوزيتيف 3 لمنجنيز بوزيتيف 2، يعني من دي 4 لدي 5، يعني وصل لحاله مور ستيبل. اذا الاختيار ده بيكون صحيح، يعني هنا يكون لتر اي. هتجيب الاكسديشن نمبر في كل تشويس من دول، هتلاقي فيها كل مره ان مش بتحول لحاله مور ستيبل. تاني قلت لك التحول ده معناه ان اوصل للحالات الاستابيليتي، يا اما دي فاضي يا اما دي هاف فيلد، وممكن يكون الدي كومبليتلي فيلد، دي برده من الحالات الاستابيليتي. هقف لحد السؤال نمبر 10، دي كانت اول مره لينا مع كتاب الوافي، وان شاء الله عقبال اخر فيديو في الكتاب. شكرا، واي استفسار معاكم على الواتساب 0162 87 180، 0162
87180. معاكم مستر نور وقناة النورانيوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.